شكرا قيس سعيد على هذا الترهيب، شكرا أنك أعلنت أنك عدو شعبك. هذا الفجر أيها التونسيين وقع إيقاف العياش جمال بطريقة يعني بجريمة شنعة ضد مرشحين الرئاسة بطريقة بشعة. قيس سعيد الذي برهن اليوم أنه يريد الفوز إلا بترهيب ليس له شعبية، قيس سعيد الذي 82% من الشعب التونسي رفضه ورفض يعني سياسته القذرة، قيس سعيد يريد الفوز بالترهيب. يتم إيقاف العياش سمال في منزله وترهيب الأطفال بطريقة بشعة لا تستحق إلا أن نقول أن قيس سعيد اليوم هو عدو هذا الشعب. شكرا قيس سعيد، فأيامك اقتربت. شكرا قيس سعيد، فيعني أعلنت حربك على هذا الشعب. حقيقة مشهد يؤلم، مشهد حزين جدا أمام العالم. اليوم يستفيق الشعب التونسي والعالم على هذه الجريمة البشعة في حق مرشح الرئاسة العياشي سبال، إيقافه وترهيبه أمام الأطفال. قيس سعيد يريد أن يفوز بأعوان الأمن، قيس سعيد يريد أن يفوز بالترهيب. قيس سعيد وصل إلى ما لا نهاية بقلة والجبن والخوف، ولأنه مكروه من شعب تونسي 82% يكره هذا الرجل حقيقة، مثل ما أكده المرصد الأوروبي للأحصاء الذي أكد أن 82.3% من الشعب التونسي ضد بقاء قيس سعيد في السلطة. شكرا يا قيس سعيد الذي أرجعت لنا روح التوحيد في حرب التحرير. نعم اليوم يعني وصلتنا الإشارة أننا شعب محتل من الجزائر ومن قيس سعيد، صانع شنقريحة وصانع جنرالات في الجيش. هكذا يعامل هنا المرشحون يا قيس سعيد، هكذا يتم الاعتقال بهذه البشاعة بهذا المنظر أمام أطفال المرشح عياش زمال بطريقة مهينة. قيس سعيد يريد أن يأخذ الصندوق بأعوان الأمن، ليست له لا قواعد ولا شعبية، رفضه الشارع ولفضه العالم ولفضه التاريخ وسترفضه الجغرافيا قريبا. لكن تأكد يا قيس سعيد لن يكون لك بقاء في الوجود أو في يعني أي كلمة في تونس مطلع جوف في 2025. منكم سلام، وهذا هو الخبر، إيقاف واعتقال العياش زمال صباح هذا اليوم من منزله وقوات الأمن تداهمه بالعشرات، وكأنه مجرم حرب وكأنه فار من العدالة بدون احترام، بدون أي احترام حتى للأطفال. هذا الرجل يعني يشتغل بعوان الأمن اللي المفروض يعني عوان الأمن اليوم منذ أعلان قيس سعيد ما يدخلوش في الحياة السياسية، وعقوبته 5 سنوات سجن لكل من يستغل السلطة التنفيذية، لكل عون أمن تواطأ وتدخل في الحياة السياسية. لكن اليوم أصبحت الحرب ضد الشعب التونسي مع قيس سعيد الذي يريد أن ينتصر بأعوان الأمن بالترهيب الناس، وهذا مخالف للقوانين الدولية ومخالف لأي القوانين. ولكن نجح قيس سعيد في توحيد هذا الشعب أمام هذا الظلم وهذا الاحتلال. قيس سعيد الذي باع تونس للجزائر والذي يتلقى التعليمات من جنرالات الجزائر. منكم سلام وإليكم سلام.